عطاء واسع الأفق ونفح طيب العبق سحاب يملأ الأرجاء. اليوم في وقف البر بجمعية بن يزيد، كما ترون هذه ثمرات تبرعاتكم. تم شراء الأرض بمساحة 200,000 متر مربع، واليوم نحن بفضل هذه الثمرات وبفضل هذه صدقاتكم وتبرعاتكم وصلنا وأنجزنا المرحلة الأولى. اليوم نحن في وقف الخير للأيتام والمحتاجين، الذي يرتضن دعمكم ومشاركتكم. شباب أمتنا بنينا المجد في غدنا ونسمو في تفانينا. إننا عرفنا الشغلة رتبناها بإذن الله تعالى، لكن فيها جهد حقيقة جبار. يعني هذا الصوف الصخري يقسم تقسيمات صغيرة كما مثل ما تشوفون الآن، ثم جميل وضع البذرة فيها، يعني ما فيها يعني صعوبة كبيرة، فتأخذ البذرات. فنقول بسم الله وأسأل الله عز وجل أن يطرح فيها البركة أبد بالشكل هذا. انتهت بين الهم كفالته بوقف الخير تكشف. هذا الوقت معني بالأيتام والمحتاجين، الحقيقة أنه شيء مبهج أنك ترى مثل هذه المشاريع الطيبة المباركة، يعني في أعلى المستويات وأعلى يعني العناية، ويعني شيء مبهج الحقيقة. وعند الله للمعطي نعيم سامق الأفق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزاكم خير يا الداعمين لهذه الجمعية الفتية المباركة. ويودع عنده إذا أنت بادرت وساهمت وقدمت فأنت تساهم في هذه الصناعة الجميلة الرائعة، وبالتالي تخدم بلدك ووطنك وتخدم أيضا هذا الشعب الجميل الرائع. فلا تبخلوا على أنفسكم بالصدقة. الله يسعدكم ويبارك فيكم ويوفقنا وإياكم لفعل الخير، هذا هو الخير الحقيقي، فانطلقوا إليه. شكرا لكم. إليك وانقف الخير صفون ريعه ونقي صفون ريعه ونقي.